مرحبا بك عزيزي المشاهد، ويوم مبارك إن شاء الله. وكيف لا يكون مباركا وهو عيد يوم ليلة القدر أو ليلة القدر، تلك التي أنزل فيها القرآن، والتي قال عنها القرآن هي خير من ألف شهر. وألف شهر يعني 80 سنة، يعني عمر الإنسان طبيعي يعني. ولذلك فإن القرآن كان دقيقا عندما قال هي خير من ألف شهر، يعني إنها تمثل العمر كله. طبعا العرب كانت لديهم مليون، يعني هذه مليون يعني دخلت إلى المجتمعات العربية تقريبا في نهاية القرن 19. وقبل ذلك كان يستخدم، العرب كانوا يستخدمون ألف ألف ألف، أكثر رقم عند العرب كان ألف. تريد تقول مليون؟ ألف ألف. تريد تقول مليار؟ ألف ألف ألف. تريد تقول تريليون؟ ألف 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 ألف. هكذا ما عدهم. بعدين العثمانيين أوجدوا ما يسمى باللوك، 100 ألف، هذا بالقرن 18 19 لوك. ذاك احنا نشوف عندنا ببغداد يقول لوك الهلا عيوني، لوك الهلا يعني 100 ألف هلا يعني. فهذا بالأتراك استخدموا، بس كلمة مليون لم تدخل العرب. فذلك القرآن استخدم تعبيرا معروفا، لا يمكن أن يستخدم تعبيرا غير موجود. يعني القرآن هو نزل لبشر، وبالتالي لأناس يفهمون لغة معينة، وبالتالي يجب أن يحدثهم بهذه اللغة. لذلك قال هي خير من ألف شهر. وهذا التعبير له أكثر من معنى، يعني أنت في هذه العمر، في هذا العمر ماذا تفعل؟ في هذا العمر تكدح وتناضل وتقاتل وتتخاصم وتتسالم وتحب وتكره وتنجب وتعمل الفضائل وتعمل المساوئ في هذه المدة الزمنية. بعد ذلك الإنسان يفكر برضاء الله سبحانه وتعالى. يعني كل هاي العملية بالأخير أنت تفكر بإيش؟ أن ترضي الله. يعني قد يكون بالطفولة أنت ما عندك هاي الاعتبارات، أنت المهم ترضي بطنك، والطفل ما عنده غير بس بطنه وأن يكون دافي بحضن أمه، وهي خلاص يعني. عندما يكبر يهم الأكل ورضاء والديه فقط يعني. عندما يكبر بعد أكثر يصير عند المدرسة والنجاح وغيرها. بعد ذلك عندما يصبح واعيا بعد 17 و16 تبدأ عندما يسمى بمرحلة القيمية، يبدأ يفكر بالصح والخطأ والحلال والحرام وغيرها وغيرها، وتبدأ عاد مثلا التكليف، سن التكليف وغيرها. ولذلك الإنسان في كل هذه المراحل بعدين يبدأ يأخذ له طريق في الحياة، طريق قويم أو طريق غير قويم، وبعد ذلك يمر ويسعى، يرتكب المعاصي، يرتكب الفضائل، يكرم، يسرق غيرها، هكذا هي الحياة. بعد ذلك عندما يصل إلى نهاية العمر يقول ربي اغفر لي ما ارتكبت ودعني أنسى ما فعلت، ولكن هيهات ما فعلته قد فعلت. ولذلك يحاول في آخر أيام أروح أحج، أروح أتصدق، خطية بيت فلان، ويعني يبدأ يحاول أن يكون على الصراط المستقيم الذي يعني في آخر، البعض منهم في آخر 10 سنوات، البعض يقول في آخر 5 سنوات، البعض يقول في آخر سنة، يقول في آخر سنة، البعض منه لا تمر عليه هذه المشاعر، يموت كالبهيمة، عفوا يعني هذا التعبير، أو أسوأ، يعني حتى البهيمة يعني همت لديها اعتبارات معينة. لذلك القرآن كان دقيقا قال هي خير من ألف شهر، أي هي العمر، العمر بكل المسعى، بكل النضال، بكل الجهد، بكل الطاقة. هذه الليلة قد يعطيك الله ما كنت تبحث عنه في هذه 80 سنة. والإنسان كما قلنا ماذا يريد؟
يريد بالنهاية أن يرضي الله. عندما يتزوج هو إرضاء لله سبحانه وتعالى، عندما يهتم بأبنائه هو إرضاء لله سبحانه وتعالى، عندما يجتهد هو إرضاء لله سبحانه وتعالى، عندما يهتم بأبنائه هو إرضاء لله سبحانه وتعالى، عندما يهتم بوالديه أيضا هو إرضاء لله سبحانه وتعالى، عندما يكون نظيفا هو إرضاء لله سبحانه وتعالى، عندما يكون كريما، عندما يكون معطاء، عندما يصلي، عندما هي كلها محاولات لإرضاء الله سبحانه وتعالى. وبعدين آخر شيء الله العبد أو المرء أو الإنسان أو المؤمن أو أي شيء في أي اتحال يريد أن يحصل على النتيجة الشهادة، يعني مثل الطالب نهاية السنة، نهاية السنة تجي ناجحة ورسم. طبعا هاي الشهادة الوحيدة، الشهادة الربانية اللي ما بها واسطة واللي ما بها رشوة واللي ما بها غش واللي ما بها إيش، هاي الوحيدة الشهادة. كل الشهادات ممكن تجد بها شيء، كلها ممكن تجد بها الحاضر ما أدري إيش وهذا تدخل بها، إلا شهادة الله سبحانه وتعالى في الرضا وعدم الرضا. لذلك هذا العمر كله أنت اللي سعيت به وتريد تحصل على شيء معين في هذه الليلة تحصل عليه، ولكن ليس المقصود أبدا إطلاقا البتة أنك تروح تسوي كل شيء وبعدين تجي تبلية القدر تدعو بيكي الله يغفر لك. الجواب كلا، لأنه الله لا يغفر إلا للعبد، الله لا يستجيب إلا لمن هو مؤمن، لمن هو قدم حياة، قدم مستعد، ماشي في الطريق المستقيم، كذا 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 كذا. في هذه الحالة والله أني أفعل كل الأفعال مثل الآن، يعني حكينا أكثر من مرة، يشرب وغيره من شنو برمضان، والله أني حرام. زين ما دام حرام ليش تمارس العادة؟ خلاص رمضان مصباح العيد، مصباح العيد. زين العادة شنو؟ بالعكس هذا أنت لو ما مقطع أحسن، أنت معناها أنت جارها، لكن أنت تعرفها. يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، أنت تعرفها وتحرفها. يعني أنت تعرفها حرام وتختلف عن ذاك مثلا النصراني أو غيره وغيره، يقول لك أنا مو عندي حرام بيشرب. فرجال الإنسان هذا ما عنده تداعيات قيمية مرتبطة بهذه القضية. يعني المسيح عندما يشرب هو ما بعتبره فت خرق أخلاقي وسوء بحيث نفسه تتمرع على السوء، والله إيش بقت أنا دا أشرب، بقت على الزنا عفوا، بقت على كذا، يعني الله وين يغفر لي خلاص. لا، هو ما عنده هاي القضية، هو يقول لك أنا مسيحي وهذا وروح الكنيسة بس أنا أشرب. يعني هاي القيمية ما لها، يعني هذا الفعل ما إلى يعني هوامش قيمية، لكن المسلم له هوامش قيمية. يعني أنت إذا تمارسه له تداعيات قيمية تفرض عليك، إما تفرض عليك بالعقوبة أو تفرض عليك في نفسك تخليك تستمر. والإنسان اللي يرتكب المعاصي يقوم يستسهل، مثل الإنسان اللي يسرق مرة، يشوفها يسرق مرة ومرتين وثلاثة وأربعة وغيرها، يعني ما أضرب أمثلة فيه كذا، مثل السيئة التي تفعل السوء مرة تفعلها مرة ومرتين وثلاثة وأربعة، مثل الكاذب يكذب مرة ويكذب مرتين وثلاثة وأربعة، مثل المنافق ينافق مرة ومرتين وثلاثة وأربعة، إلا ما رحم ربي وتاب. ممكن واحد مباشرة يصحو، ماذا فعلت؟ اللهم اغفر لي. وصادق بالتأكيد، يعني وكنا تمر علينا، شو منا مطلق، كنا مرت علينا في حياتنا بعض الأحيان كذبنا كذبات بيضاء أو كذا، أو يعني صارت بحياتنا، احنا لسنا أنبياء بشر، ولكننا مباشرة نصحو، اللهم اغفر لي، تروح تاخذ لك ركعتين ودشين وهذا وتوعد ربك وصادق، بس بعدين ورا سنة هم يعني تصير هذا، ربي اوكي ماشي، انت لين انت هذا مو في يدك تكتب ولا تسرق ولا 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 ولا. ولكن طبعا الانسان الذي يعتبره ديدنا في الحياه فهذا يختلف. لذلك اقصد هذه الليله انت الذي تبغيه والمراد الذي تريده تحصل عليه في هذه الليله، لكن بشرط، مو انت ليله وتعوفها وتروح ترجع، لا، بشرط أنت مؤمن وصادق وعهد الله. يعني قد تكون أنت
سابقا كنت افعل، وهي الليله عاهدت الله سبحانه وتعالى واكتفيت، لم ترتكب السوء طبعا ستنال، او انت انسان ماشي على صراط مستقيم وهذه الليله حصل يعني نلتها، وبالتالي ايضا ستحصل المغفره. يعني ما تريده بعد عمر طويل ستناله في هذه الليله بدرجه معينه. ولهذا هذه الليله واحده من ليالي القدر، وهي تعتبر الليله الاهم. المسلمون اختلفوا، وهذا الاختلاف فيه رحمة. الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وعلى آله السلام يقول: اختلاف أمتي رحمة. والله أجمل شيء بالإسلام هو وجود طوائف، أجمل شيء. لكن من يصير الاختلاف أنه أنا أفضل منك وأنا أروح للجنة وأنت تروح للنار وعليك أن تخضع لي؟ لا، عص، تقف الطائفة، تبا للطائفة. مجرد أن تقول له أنا أفضل منك وأنا أروح للنار للجنة وأنت تروح للنار، أو تحمل السيف وخصم عليك، لا خلاص، هذه سوء قمطرير ما بعده سوء. لا، لكن أنك تتصور بأن هذا المذهب يقربك إلى الله أكثر من المذهب الآخر، أو تتفق معه روحيا وتشوف به تبتل وتقرب، يقربك إلى السنة النبوية، يقربك إلى الحياة، يقربك لأهل البيت، يقربك إلى الله، يقربك إلى القرآن. رائع رائع رائع. اختلافات، لاحظون كواية مذاهب. يعني أنا أقول لك كان هذا تصوري، رغم أنه طبعا ماكو مذهب احنا توصلنا وانتمينا له، كلنا انتمينا على ضوء عوائلنا، نقر نرفض نرفضه، متوافقين غير متوافقين، العائلة الشيعية تطلع شيء والعائلة السنية تطلع سني وهكذا. فهو يرجع يطلع مسلم، وبالتالي احنا يجب، حتى احنا شيعة وسنة، يجب ان تحترم المقابلة، تقول هذا ما عنده خيار، هو قعد وقرأ وقال لك خلي اشوف لك الطريق الصحيح واختار الشيء واختار الشيعة واختار السنة. لا، وجد عائلته. لذلك على الشيعة عندما يرى السنة مختلف عنه، لا، عليه أن يحترمه ويجل أن هذا رجل مسلم وجد عائلته وصار مسلم على عائلته، وانت همات وجدت عائلتك وصرت مسلم شيعي هو صار مسلم شيعي. يعني ليست فيها ضرر، وهو مسلم شيعي يعتز بسنته وانت مسلم شيعي تعتز بشيعته، وشون يعني؟ بس أنه لا والله أنا السني أحسن منك الشيعي، ولا والله إحنا الشيعي أحسن منك السني، لا. من توصل أنا أفضل؟ لا، اختلاف أمتي نقمة. لكن الرسول من قال اختلاف أمتي رحمة يقصد بها أشياء كثيرة، من ضمنها ليلة القدر. ليلة القدر عندما نختلف في هذه الليلة، بدل ما نخلي ليلة القدر واحدة والناس كلها تيجي تتبتل بهاي الليلة، نخليها 10 أيام والناس كلها تقعد تتعبد 10 أيام. أيهما أفضل للإسلام وللدين، أن الناس تتبتل 10 أيام أم تتبتل يوم؟ بالتأكيد يوم خير من 10، وشهر خير من 10، والعمر خير من الشهر. يعني طبعا الإنسان مطلوب أن يكون كل دهر متبتل، ولكن نتكلم احنا على أفضلية العدد هنا. وطبعا خير قليل خير من لا شيء، يعني بالتأكيد. يعني قول الإمام علي يقول: لا تستئذ، يعني لا تستظل العطاء، فإن الفقرة أو الحاجة أضأل. يعني أنت عندك 5000 وتقول أي بطيها، شو تقول علي؟ لا، انطيها، لأنه هذا الخمسة بالنسبة لها تعيش اليوم يوم كامل. تبني اسبة لك بنت، تفكر بنفسك لا أعطيها 5 غير، طيها، هذا قد يكون محتاجها يتعشى بها اليوم. سأكمل الحديث بعد هذا الفاصل. مرحبا بك عزيزي المشاهد مرة أخرى، ونحن نتحدث في هذه الليلة المباركة، ليلة القدر التي أنزل فيها القرآن، ليلة الفرج، تنزل الملائكة والروح فيها من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. طبعا هنا طبعا تفاسير، من هو الروح، كبير الملائكة شيء، وهذا قدرة الله، أشياء كثيرة، ولكن هنالك قدرة إلهية ستنزل مع الملائكة في هذه الليلة المباركة.
طبعا قد يقول قائل لماذا اختلفنا؟ وقلت اختلاف أمتي رحمة، أنا هذا الاختلاف كلش فرحان به، مو أنا المقصود يعني كمسلم يعني المسلمين، لأنه جعل أكثر من ليلة القدر. ولكن طبعا ليش 23؟ طبعا الناس تركز عليها، طبعا ما بدنا كل سنة وشيعة، هذه عيب يعني، ولكن طبعا بصورة عامة السنة يعتبروا يوم 27 هو ليلة القدر، والشيعة يعتبرون بصورة عامة 23، هم يقولون 19 21 25 27، والكل مجمعون على أن هي الليالي الوتر من العشر الأخيرة، يعني 21 23 25 27 29، هذه الكل، وأنا مؤمن بهذه، وكلها أعدها ونعدها ليالي قدر يعني لا أستثني. ولكن في هذه الليلة هنالك تأكيد، هذا التأكيد منين جاء؟ طبعا أولا هنالك حادثة، احنا شلون نستشف شلون نفسر الأشياء؟ من خلال سيرة النبي عليه الصلاة وعلى آله السلام. طبعا هذه الحادثة ينقلها الشيخ الصدوق ويذكرها أيضا عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام يعني، وتذكرها مصادر أخرى وروايات أخرى كثيرة يعني. هذه الليلة تسمى بليلة الجهني، ليش سموها بليلة الجهني؟ هي ليلة القدر. كان هناك مسلم خارج المدينة اسمه عبد الله ابن أنيس الأنصاري الجهني، هذا الرجل كان خارج المدينة فيمر بين فترة وفترة على المدينة حتى يصلي خلف الرسول، لأن هو لديه إبل وأغنام وعيال خارج المدينة، يعني لا يستطيع يوميا يجي يصلي لأنه مسافة بعيدة، ولا يستطيع أن يترك عياله وحلاله ويأتي، لأنه هذه تكون في خطر يعني، تعرفون الصحراء وإليه. لهذا جاء مرة إلى الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وعلى آله السلام، فقال له: يا رسول الله، أريد أن أصلي خلفك في ليلة القدر. فقال له: إذن عليك بالعشر الأواخر من رمضان. قال: لا أستطيع أن أأتي يوميا يا رسول الله، لدي عيال ولدي إبل ولدي حلال، لا أستطيع أن أتركهم يعني، هذا يعني ما أقدر. فقال له: إذن تعال في الوتر من العشر الأخيرة. قال: أيضا خمسة أيام ستة أيام صعبة علي يعني، هل أعطيتني يوما معينا أجيء به لكي أحيي ليلة القدر في الصلاة معك؟ فقال له: تقرب إلي. فهمس في أذنه، قال له: أولا أقاسمك وتقسم أن لا تقول لأحد، تعال في الليلة الفلانية. طبعا الصحابة يباعون، فابتسم وذهب. شاهدوا الصحابة أن عبد الله بن أنيس الأنصاري الجهني يحرص فقط في 23 ليلة 23 أن يأتي إلى المسجد الحرام ويصلي خلف الرسول، وأيضا ظل مستمرا حتى بعد وفاة الرسول. كانوا يسألونه: بالله عليك، بماذا أخبرك الرسول؟ قال: أقسمت الرسول أن لا أقول. جعلها مبهمة حتى تكون كل الليالي رمضان هي ليالي القدر. لكنهم كيف استشفوا؟ استشفوا من خلال مجيء هذا الرجل، ما يقدر يجي برمضان يوميا ولا يوميا حتى في الأيام الطبيعية، لكن لاحظوا بأنه كان يأتي ويصر ليلة 23 رمضان يأتي ويبقى إلى الفجر، بعد ذلك يصلي الفجر ويذهب إلى أهله. هنا الصحابة اكتشفوا بأن ليلة القدر كما قالها الرسول له لهذا الصحابي هي ليلة الثالث
والعشرين من رمضان. هو يعني استشفاف وليس مؤكد، لأن الرسول لم يعلنها، وهذا الصحابي عبد الله ابن أنيس الأنصاري الجهني لم يعلنها. فالصحابة ظلوا وحسوا بأن هذا الشيء هو الأقرب إلى أن تكون ليلة القدر هي في 23 من رمضان، ولذلك استمروا. بالتالي أهل البيت الأطهار كانوا يتناولونها عن طريق الروايات، ونقلت عن طريق بعض المشايخ، من ضمنهم الشيخ الصدوق ذكرها. يعني الشيخ الصدوق طبعا عاش في بداية القرن، ولد في بداية القرن الرابع الهجري وتوفى تقريبا في نهاية القرن الرابع الهجري، يعني تصور 300، يعني ذاكرة تخونني ليس عندي سنوات، تصور 388 هجرية توفى، يعني على الأكثر، يعني أنا في تصور يعني. بس هو عاش ومات وولد في القرن الرابع الهجري. ولذلك ظل آل البيت يؤكدون على أنه يوم 23 أو ليلة 23 هي ليلة القدر التي نوه عنها الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وعلى آله السلام. لهذا واحدة من الليالي التي شبه موثوق، تكاد موثوق، يعني لأنه تلاحظون ما سار عليه آل البيت هو السنة المؤكدة. أخوان، هاي ما بيها سنة وشيعة، يعني هاي أريد نفهم شوية، خل شوية نكبر عقلنا. نعلة الله على الطائفية، نعلة الله على الطائفية التي تختلف حتى في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. آل البيت تمسكوا بالسنة وتمسكوا بكل حذافير السنة، يعني طريقة الصلاة، طريقة إحياء الفرائض وغيرها. ولذلك حتى ابن أبو هريرة، أبو هريرة مات 57 هجرية، يعني قبل معاوية بثلاث سنوات، سأل أحد الأشخاص قال له: هل حصل اختلاف ما بين صلاة الرسول أو طقوس الرسول وسنة الرسول وما نفعله؟ قال: نعم، أبو هريرة ومذكورة في البخاري في باب العبادات، في باب العبادات البخاري يذكرها ويقول بأن هذا ما ذكرها أبو هريرة، بأن هنالك حصلت أشياء كثيرة. وذلك قال، وهذا يعيدها، قال: وهل في صلاتنا اختلاف؟ قال: نعم، صلاة الرسول تختلف عن صلاتنا الآن في بعض الأشياء. فقاله: تشبه من صلاة الرسول؟ قال: صلاة الرسول هي صلاة الهواشم. طبعا هم يقولون علويين، لأن كان في حالة صراع مع العلويين، ولا يقولون بأنه أبناء علي. قال: الهواشم. إذن كانت ذلك صلاة آل البيت مستمر عليها صلاة الرسول. فلذلك أنت تريد تعرف الأشياء، الوضوء، تعرف مواقيت الصلاة، تعرف هذا كلها، أخذها من آل البيت الأطهار. يعني آل البيت الأطهار طبعا هم الذين ساروا على سنة الرسول، وبالتالي تمسكوا بها وتمسكوا بحذافيرها. يعني هذه طبعا ليست بها يعني سنة وشيعة أبدا. يعني وحصل طبعا هناك تفاسير، واحد يقول وامسحوا بأيديكم، واحد يقول إنه معناها إلى وإلى أرجلكم أرجلكم، وبالتالي هذه مسح لو غسل وغسل الرأس، فصارت تفاسير يعني. وهذا طبعا لا تلغي، يعني لا تؤثر، والمسح فوق فوق الجراب أو بدون، يعني هذه كلها أشياء لا تؤثر كثيرا يعني على، وصارت اجتهادات، يعني اجتهادات. من يؤمن بهذا الاجتهاد فبه، ومن يؤمن بهذا الاجتهاد فبه، ولكن بشرط أن لا تقول لي بأن أنت وضوءك خطأ وأنا وضوئي صح. لا، ما تفرض عليه. أنا مقتنع بأن الوضوء كان هكذا. شلون؟
أنا مقتنع بأنه هذا هي صلاة مثلا كذا وسار عليها كذا كذا كذا، وأنا مقتنع بأنه هذا كذا، أشياء قناعات. أنت تيجي تتوضأ بهذه الطريقة وتروح تصلي، تيجي تتوضأ بهذه الطريقة وروح صلي، لا تبطل الوضوء يعني، لا تبطل الصلاة يعني. ولكن إذا صارت لا إن صلاتك باطلة لأن وضوءك مو مثل وضوئي يعني، وهي تصير يعني. احنا درسنا في كل الدول العربية، درست في أغلب الدول العربية، درست في الأردن ودرست في ليبيا وتونس ودول كثيرة عربية وغير عربية يعني. فكنت لو بات يعني أتي أصلي يأتيني واحد يقول لي أحسن وضوءك، قلت له تعال أنت منو الآن، قلت له شنو أحسن وضوءك، منين تعرف هذا المسؤول، منو قال أنت وضوءك صح؟ الوضوء هو أي شيء تتوضأ به تتطهر به تروح به للصلاة، لا تفرض عليه، هاي قناعتك أنت، مفهوم؟ ماكو بالإسلام قصر وما أدري شنو، هاي قناعات، هذه اجتهادات، من قال وضوءك صح من وضوئي؟ مفهوم؟ يعني وبالتالي كانوا يجي هذول أصحاب اللحايا نوبات خطية. أنا شفت بعض العراقيين اضطهدوا من قبل البعض يعني، غصبا ما عليك تسوي فلاش وإلا كذا يعني. فخطية الرجال يلا ابتقي يلا راح سوى اللي يريدوه يلا، قال شو أسوي يعني، شو أسوي يعني. فلذلك من تصير هيك لا الاختلاف يصير سيء مو إيجاب. روح صلي هسا أنت، تروح مثلا نوبات تروح لمسجد قد عظيم، تروح مثلا طب لأبو حنيفة، شوف ناس تشتف، ناس تسبل، ناس جميل رائع. تروح تزور الإمام علي عليه السلام والإمام الحسين والإمام الكاظم، كثير من الناس ناس تشتف وناس تسبل وناس مدري شنو، ويعني شنو دول صلاتهم باطلة وزيارتهم باطلة يعني. الأعمال بالنيات، أكو سياق عام أنت مقتنع بأن هذا هو يوفر لك أقل أبطل أبسط شيء من الطهارة، اذهب به يعني. ليش؟ وبالتالي اختلاف أمتي رحمة، ولكن من يصل الاختلاف لا أنا أفضل منك وأنت إلى النار وقاتلك والله إن لم تكن مثلي، لا هذا الإسلام يموت، هذا الإسلام ينتهي. أما حديث أنه 73 فرقة ووحدة ناجية والباقي كلهم بالنار، هذا الحديث يحتاج لألف ألف تدقيق. شنو 73 فرقة وفرقة واحدة ناجية؟ هو بالإسلام اختصر هاي العملية، قال يعني كسفينة نجات والرسول فسرها من ركبها نجون، هذا يعني سيروا على نهجي يعني نهجي معين، وهي التي سفينة النجاة التي ستنقذكم من النار يعني. ما وبالتالي ما تجي هاي التفسيرات البغيضة التي تحاول أن تخلق البغضاء وتخلق القتل وتخلق هذا. هم الخوارج ليش طلعوا الخوارج؟ لأنه قالوا نحن نرى أفضل منك، وبدوا وقتلوا الإمام علي، الحكم لله وليس لك يا علي، ويهوي بسيفه. الخوارج قالوا احنا صح وكلهم باطل وكلهم كفرة، حتى علي بن أبي طالب كافر ويجب أن يقام الحد ويقتل علي بن أبي. وتلاحظون ان الاسلام تقريبا كاد ان ينهار نهائيا، لانه هذه صارت بيد الامويين السلطه، ولكن دم الحسين هو الذي اعاد المسار الى الاتجاه الصحيح. ساكم الحديث بعد هذا الفاصل. مرحبا بك عزيزي المشاهد مره اخرى، ونحن نتحدث عن ليله القدر، هذه التي فيها الكثير الكثير من المستحبات ومن القراءات ومن الصلوات ومن الأدعية. طبعا هي ليست هنالك طقسية ثابتة في هذه، يعني يجب أن تصلي فلان صلاة، يجب فلان، مجرد أن تتجه إلى الله سبحانه وتعالى بقلب سليم وتدعو الله وأنت صادق في دعائك فهو يصل يعني. ما لا إلا تصلي فلان صلاة وتدعو إلا فلان دعاء، لا يعني. إذا كان واحد بسيط ولا يفهم هذا الدعاء وهو محتار بشنو معناه، قلبه ما راح يتفاعل، بس لكن يدعو رب اللهم يا ربي يا ربي ارزقني وشافيني واحسن خاتمتي، ويا ربي أنني
أنني أريد كذا، كلمات بسيطة، كلمات حجياتنا وأمهاتنا، وهذا بدل ما أنت تجي تعلمها وأنها هين وما شنو هي، ما تعرف تلفظها يعني، دايخة هي شنو الموضوع، راح تتلقنها، راح تحكيها هي كما هي وما تعرف شنو معناها. لا، تفقد التفاعل، تفقد النقاء في الدعاء يعني. لا، خلوا الناس تدعو كما هي تدعو، كما تتفق مع طبيعتها، مع لغتها، مع بساطتها. ليست بالضرورة أن تقرأ الدعاء بس، لا، إذا أنت كنت مثقف وبالتأكيد قارئ، لا يجب أن تتمسك بالدعاء التي يكون قد سار عليه يعني البعض من السلف، ولكن طبعا هي ليست قد، أو أنك تجعل أبنائك أو أمك أو غير شيء وأنت تدعوهم وتدعو وهم يعني يرددون معك ويقرؤون ويصلون خلفك وغيرها، بس هم يكونون في حالة قنوط وخشوع كان. لذلك هذه الليلة هي مجرد أن تتوحد أنت مع الله سبحانه وتعالى، مجرد أن تحس بأن هنالك خالق عظيم الآن يتابعك أنت ويتابع كل واحد، مجرد أنك تحس أنك بين أحضان إله خالق عظيم دقيق، مجرد أنك تعرف أنه لا شيء يقف أمام قدرة الله، فالق الأصباح، فالق الحب والنوى، سبحان الذي يحيي العظام وهي رميم، سبحان الذي يقول للشيء كن فيكون، خالق الأكوان، لا إله إلا هو الحي القيوم. هذه هكذا، هذا أنت عندما تؤمن بهذا الشيء، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، وهو على كل شيء قدير، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لذلك هذه عندما تكون في نفسيتك وفي كينونتك، ما تقوله فلتقل فإنه يصل إلى الله سبحانه وتعالى، ليست بضرورة بكلمات معينة منمقة وغيرها، تعال حفظ الدعاء وغيرها، أو واحد يجي تعال دا زيرج زورج حجية، يعني هو شنو استرزاق، يعني استرزاق بواسطة ما بين العبد وربه، يعني شنو زورج يعني. لذلك هذه الواسطة التي فيها استرزاق للبعض على حساب الفقراء والبسطاء، لا يعني. كان سابقا تلاحظ الفلاح الاقطاع الجنوبي، الاقطاع قاضي عليه، يجي لك هسه يمدح لك بالنظام الملكي اللي كان نظاما اقطاعيا، السركال يجي يذبح للفلاح خصه بالعماره والناصريه وغيرها، وما ينطوا غير وزن التمن طحين، روح هذا شغلك ما سنه، روح هذا، ومسكين يجمع له فد شيء بسيط عنده، يروح يزور الرضا ويزور الإمام علي ويزور الإمام الحسين ويزور الإمام الكاظم، اللي مجمع بالسنة كلها خطية، هدمته وسخة خطية، ما عاد مرتع عباية، هو ما عنده غير دشداشة واحدة وشطفة واحدة وعقال واحد، ويجمع هالفلوس هاي البسيطة يعني، ويجي على مود يزور، لديه قناعة، لديه ولاء، تيجي واحد يستغل لهذا الإنسان يعني، وتأخذ قوته وتعال شنو زورك وشنو هذا، يعني هذا قمة في الجرم، هذا يجب أن تأخذ بإيده تجيبه أنت تحطه فوق رأسك، هذا إنسان فقير بسيط لا يملك من حطام الدنيا شيء سوى إيمان وولاء لأهل البيت، هذا ينحط فوق رأس، هذا تجيبه زوره تكرمه بأي نوع من الكرم، تقدره تحترمه، تعطيه هذا بحيث يحس بأنه معزز مكرم، وقد أكرمه الله وأكرمه رسوله وأكرمه آل البيت في المجيء هذا المكان المقدس، تخليه يروح يرجع القرية مالته للسلف للآية وهو مرتاح، مو يعني هو جايب على كم فليس 5 دنانير تروح مثل ما كان تصير سابقا من بعض الطفيليين، لا أخوان،
هذه جرائم. هؤلاء الناس البسطاء إيمانهم بالله وبآل البيت لا يحده حدود. تجي أنت تستغل هذا الولاء، تستغل مصالح خاطر تكبر بطنك ومدري شنو، خاطر بدل ما تأكل بيت أنت فسنجوم شنو تأكل لك، لازم طفاك ومدري شنو، يعني تكبر بيتك وتكبر على حساب ذولا المساكين. هذا لا يقبل به لا الله ولا ذولا. ذولا محبي أهل البيت، ذولا على بساطتهم دون ثقافة عليا، هم الذي أبقوا حب آل البيت ونقلوا لأبنائه، وذلك أبنائهم ذولا أبناء هؤلاء البسطاء هم اللي أصبحوا فلاسفة وأصبحوا دكاترة وأصبحوا كذا وأصبحوا كذا، وبقوا محافظين على ولائهم لآل البيت. من اللي نقله؟ نقله ذولا الناس البسطاء، ذولا حافظوا عليه، فذولا لهم أجر كبير عند الله وشفاعة كبيرة عند أهل البيت. هنالك أشياء يمكن لو فكرت بها تجد بأنه بها جرائم كثيرة. هؤلاء الناس الآن متجمهرين عند أضرحة أهل البيت الأطهار اللي جايين حاملين القلب وحاملين الإيمان، وخصوصا في هذه الليلة، هذه الليلة التي يجب أن يرى فيها الإنسان البركة، البركة من المعبود يعني، وبعد ذلك من العابد، حتى يزداد تعلقا بهذا. انت شلون تنمي فكر اذا يعني يجب، واحدة من اشياء تنمية الفكر ان تحسس ان الانتماء لهذا الفكر انتماء رائع، فيه كرامة، فيه احترام، فيه راحة، فيه بهذه الطريقة انت راح تخلي الانسان المنتمي لهذا الفكر يحس بالولاء ويحس بالانتماء ومعتز بهذا الانتماء وهذا الولاء. روح شوفهم دول الفقراء الفلاحين البسطاء شلون منتمين، شلون معتزين، شلون موالين. لو جبت لهم الدنيا كلها ما يتنازلون. هؤلاء الناس يجب أن يقدرون ويجلون طبعا لولائهم، طبعا لتفكيرهم هذا الذي فيه نوع من التضحية والولاء والتقدير والإجلال لأشياء نحن نحس بها الآن بقيمة معينة، لكنهم يحصونها ببساطة وبسذاجة بدون القيم لهذا. يعني ما يعرفون هاي الأشياء الفكرية اللي نعرفها احنا. احنا الآن من والينا لأن أكو أشياء عرفناها، أكو كذا، أكو أهل البيت ودورهم، أكو أصبحت تجاه شيء، والإسلام الحقيقي هو، وإذا لم تقف مع البيت الإسلام يفقد حقيقته وغيرها، وتحولوا الآخرين إلى طغاة وغيرها. هاي نفهمها، ولذلك إحنا من والي الوالي بوعي، لكن هذا الإنسان ما يعرف هاي الشغلات، يوالي بسليقية ببساطة. ولهذا هذا الإنسان يجب أن يعطى شيء كبير من الكرامة والأجل. لذلك تلاحظون أنا ضد التبذير، مو أنا بس، كل الناس ضد التبذير اللي يصير بالزيارات، تبذير وتبذير مبالغ بإسراف. لكن هي بحد ذاتها الفكرة شنو؟ أنا ضد التبذير وضد هذا الصرف، واللي يزعل بين يزعل، بس هي الفكرة شنو؟ انه انت جاي تكرم دول الناس اللي يحبون البيت ويريدون يحيون شيء من ذكراهم، خاطر تخليه يروح حاس بالاحترام، حاس بالكرامه، حاس بالسعاده انه بده يقدروه. هاي الفكره. فكره لو تجيب له مي وتقول له هلا بيك حجي، هلا بيك زاير، هاي كافيه. مو والله كل 50 متر قص وسمك ومدري شنو وناسك وناس ما يتجوع. لا ما هكذا، هو ما جاي ماشي، هو ما ماشي هاي المسافة على مود الأكل أبدا. أتمنى أن يصير تنظيم، أتمنى أن يصير تنظيم، يعني ليس بهذا أنا أشوف نوبات في بغداد، يعني مثلا الطريق جاء من الكاظمية وبعدين العطيفية وبعدين يروح الإمام الكاظم، الطريق هذا يعني هاي المسافة من العطيفية كيلومترين لحد الجسر، هاي كيلومترين، كرادة 3 كيلومترات، هاي 6 كيلومترات متطابقين، هاي حوالي 7 كيلومترات.
بها 15,000 مطعم سفري، مطعم عام. زين هذا المشان أسوي كلام، معقولة تريق 5 مرات ويتغدى 7 مرات ويتعشى 8 مرات والقسم مالهم لا يعني شنطه يشرب شوي ويذبه. إيه هذا هم تدبير، لا هذا ما يرضى به، لا الله يرضيه، ولا يجب أن يصير تنظيم. فالقصد احنا أنا مو يعني بالعكس، احنا مع الفكرة، مع الفكرة أنه يجب أن يحترمون هؤلاء، ويجب على الدولة أن تصلها اهتمام آخر. يعني بدل ما سووا هاي الجسور المتحركة، كجسور حديدية بساعتين تنصب وبساعتين تنفتح، هذه تنصب للسابلة شوية متينة وموجودة بالعالم كله، موجودة يعني بالعالم كله، من سير احتفالات وصير شيء يسوون هذا بحيث لا تقطع طريق ولا مشي، تمشي أنت وأمينة، وأيضا حمايتها تكون أسهل، بحيث يجي يفطر ويصعد وينزل بدون أن لا يتقاطع ويا شارع ولا يتقاطع ويا ناس ولا يتقاطع ويا دائرة ولا يتقاطع ولا شيء. بساطة 10-15 جسر متحرك ومو غالية، تنصب بالعشرة الخاصة مثلا بعاشوراء بسيرة الإمام الكاظم وغيرها، تنصب بسرعة ومتينة وتنفك يعني، وهاي موجودة، موجودة جدا شايفها، أنا شايف بالعالم كله، حتى يسووها بالمناسبات، مصر مثلا مباريات، مصر مدري شنو، مصر كأس العالم، أنا شو شايفها بدول كثيرة بالعالم، من تصير بصير الأولمبياد بكثير من عواصم شفتها، من صارت الأولمبياد رأسا سووا هاي الجسور، هذا خلصت الأولمبياد فكوها راح يعني، لا تحتاج إلى 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 فذلك هذه أشياء تسهل، تخلي الزائر يذهب ويعبر عن ولاءه. فلذلك أنا أقول حتى الآن مثلا في الشعبانية ملايين ناس تروح للإمام الحسين، في عاشوراء يعني. أكو عندنا مناسبات كثيرة، حتى هذه المناسبات لا تكون سببا في تعطيل الحياة، تعطيل الدوائر وتعطيل هذا، ويجي يقول لك هاي الحسين ما يرضى بها وتصبح صبة، لا سويها بهاي الطريقة وروح، تروح تتمشى، انت روح تمشى، مسهل لك احنا الطريق وسهل وعدل ومشجر ومضلل، وروح والناس تفرح بيك وانت فرحان بانك تقوم بعملية. هذا نحتاج أخوة أن ننظم ولا أنا، أن نشذب ولا أنا، بدل ما نخلي واحد شنو نسد الطرق، كان نبا يقطعونا من هذا نقطع الطرق، ومشاهيش منهم دائما نقطع الطرق، هي هيك عفترة يعني، يعني أنت شنو معتبر ولا آل البيت سلطة بيدك تضرب العالم؟ لا هذا مو صحيح، شنو ما تسدون الطرق ويمنعون التجول ويسوون وعلى ودن، أوكي حلو إيه جميل، بس أبا الأحرار الحسين ثار من أجل الحق ومن أجل العدالة، أنت شنو أنت تتجر شايل سيفك على العالم؟ لا، يجب أن تكون أنت، هم يخدمونك، هم يخدمونك، وأنت يجب أن تكون مواليا بطريقة محبة، بحيث الناس تعجب بولائك. أنا مرة أسمع إلى خطيب سعودي قال والله أنا معجب بذول الشيعة حقيقة، يقول يعني ولاء لأهل البيت فظيع، يقول هؤلاء الناس لو تجيب تحط على هذا مقصرة وتقول له يعني تنازل عن هذا الولاء لا ينقطع أبدا، يقول نفسه، يقول نحن هسه أي شيء بس أي قطع أي شنو أي هذا رأسا نتخلى عن ولاءاتنا المعينة. فقال هذا الولاء مذهل مذهل. سأكمل الحديث بعد هذا الفاصل. مرحبا بك عزيزي المشاهد، ونحن في سحر ليلة القدر، هذه الدقائق المتبقية من ليلة القدر، هذه اللحظات التي أنزل فيها القرآن. الآن طبعا حتى هنالك صفات ليلة القدر، تكون ساكنة، تكون الجو بها لا بارد جدا ولا حار ولا أي شيء يعني،
وتكون هادئة. تلاحظون اليوم يعني أحسن من الأمس، يعني جو فيه نسمات برد ربيعي جميل، يعني فيها هدوء، فيها سكينة. وأنت في هذه اللحظات اتجه إلى 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 الله سبحانه وتعالى. أنا دائما يقولوا لي زين أنا أريد أخشع، يعني أنا دائما أقولهم عندما تدعو كن خاشعا. قالوا كيف نخشع؟ فدائما أقول لطلابي، يعني طلاب البسطاء يعني وليس لهم، فكر في شيء من خلق الله ستجد عظمة الله سبحانه وتعالى في هذا الخلق البسيط. وعندما تكتشف هذا الخلق العظيم وهذا الإعجاز ستكون خاشعا، وبالتالي عندما تدعو الله أنت تكون في مرحلة الخشوع. مثلا في كتابي أو موسوعة عظمة الله تناولت فصول كثيرة، فقط في فصل تناولت به عظمة الله، طبعا هذا الجزء السادس أو السابع عن عظمة الله في الطيور، أخذت فقط مثلا كل هذا عظمة الله في البيضة. شوف هاي البيضة هاي، شوف عظمة الله سبحانه وتعالى، الله موجود حتى في هاي البيضة. أي شيء تجده تفكر به تجد الله سبحانه وتعالى، ومن تفكر به تؤمن به، ومن تؤمن به تخضع له وتخشع له فتدعو الله يستجيب لك. شوف هاي البيضة الله سبحانه وتعالى خلقها، فيها آية عظيمة. أولا البيضة هي مو بيضوية، هي من جانب واسعة ومن جانب ضيق. لماذا؟ لأنه لو كانت بنفس الاتجاه لا بالعكس، حرارة الأم أو الأنثى عندما بعض طبعا ولو بعض الطيور الذكور أيضا يقفون على البيض، لكن أغلب الأحيان البيضة، هذه الحرارة الدفء التي تكونه الأنثى بريشها يجب أن يكون يتوزع على أكبر مساحة. لو كانت البيضة مدببة من جانبين، أولا راح التوزيع يكون على نصف فقط، وأيضا ستكون ناتئة تؤذي الأنثى. تلاحظون المنطقة الواسعة تخلي الأنثى تستريح براحة تقعد، وأيضا شوف تغطي نصها، هي تغطي نصها بجسدها، ولكن هي حوالي 80% من البيضة، لأن واسعة من فوق من جوة ضيقة، ففقط مسافة ضيقة هي هذه النتوء الموجود هو الذي لا يصيبه الدفء، مرتبط بالقش الموجود أسفل، ولذلك تلاحظ الدفء يصل إلى كلها. تلاحظ هذا الشيء لو ما موجود في البيضة لما عاش البيض، لما عاشت، لما ولد الشيء، كل شيء في الوجود يأتي عن طريق البيض. وحتى هذه البيضة تلاحظون عندما تكون متدحرجة هذا الشكل بالتأكيد يمنع أن تسقط. تلاحظون تلوف ترجع وين؟ تفتر حول المنطقة الناتئة الضيقة. ولذلك تلاحظ هذا الشيء الله وضعه، لأنه دائما الأنثى تضعها في مكانات قد تكون مرتفعة منخفضة غير أشياء، وبالتالي هذا الشيء ما يخليها توقع رأساً تلوف. أيضا تلاحظون البيض الطيور اللي يضعونها في قمة الجبال، مثلا بيض النسر، طبعا لا أستطيع أن أكمل، وإن شاء الله نكمل الحديث في يوم قادم. ذلك أقول لكم شكرا جزيلا، وإلى اللقاء مع رك تحياتي.